صباح الخير. يا ما عملناش فلوجز من زمان. بس انا كنت محشور حشره في الفاينل وحشه قوي. كانت حشره وحشه قوي بصراحه، بس الحمد لله يعني الدنيا عدت والنتيجه طلعت في اخر يوم امتحانات ونجحت الحمد لله. رايح دلوقتي الزقازيق لمحمود فوزي، هنصور كام حاجه كده سوا ان شاء الله، وبعدها بقى نقابل الشباب هناك نفطر سوا باذن الله. فالله المستعان. طالعين دلوقتي يعني الساعه دلوقتي كام؟ بس انا صاحي متاخر جدا، والاجازه دي اصلا بتعود الواحد على النوم العميق. الساعه دلوقتي 1:50 فيدوب يعني نخرج. المكتبه دي كانت متعلقه هنا على العليقه دي، بس الفكره بقى ان الكتب بقت كتير قوي، فصعب قوي ان البتاع دي الصغننه دي تشيل كل ده. يعني انا اصلا جبت كتب جديده، يعني مثلا ده تفسير ابن كثير، في جبت برضو اسباب النزول والصحيح المسند، في اسباب النزول وكذا كذا كتاب كده يعني. فانا بقى سندتها كده بالطريقه دي، يعني ما علقتهاش عشان خاطر الكتب التقيله دي. عقبال بقى ما نجيب مكتبه، هو بصراحه لازم يعني عقبال بقى ما نجيب مكتبه ان شاء الله. يلا بينا. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به، واسروا الندامه لما راوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي وصلت، بس البي لسه ما جاش. ولك استناني عند جهازي اهو هناك. يا هو الانسان ان شاء الله تبارك الله. عندي نفسها ما شاء الله، يعني سنه جميله. مبارك عليك، اشوفكم في البيت ده سليم. ماذا نفعل الان؟ حاليا بنشوف واحد اسمه أندرس هن. ايوه ما شاء الله عليه، يعني في ليفل تاني خالص. يعني نعم بينزل كل، يعني طول بالنسبه للايديت وكده، هو اليوتيوبر المفضل بالنسبه لي بالنسبه لحوار الايديت وكده ما شاء الله عليه. بس بينزل كل سنتين فيديو، يعني كل سنه يعني، فده كل اربع شهور. بقول لك مجازا يعني، بس بيقعد وقت كتير قوي معايا ينزل يعني، بس فيديوهاته كلها عظيمه. اوريك دلوقتي يعني عندك الموضوع الانتاج وكده، حاجه من الكتب ده فوزي ولا ايه؟ انا بقرا بس جبت اذاكر اقطع يعني ان شاء الله. يعني مهتم بالكتب جدا يعني. ما نعلن عن انا وكتابك المبادره بتاعتها. يعني الاستعاره والبيع الكتب ده بصراحه اونلاين ولا ايه؟ الكتب اونلاين، بس بتبيع كتب في كتاب قيمه جدا ب 5 جنيه ب 10 جنيه. الهدف مش ربح يعني. المهم الناس تقرا يعني. ان شاء الله. فده تقرا يعني. سيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن. لا لا خلينا نقوم نصور ان شاء الله البودكاست اللطيف. انتظر. يلا بينا. بس البتاع ده حلو يا اخي والله. محمد ايهاب الزعيم يا اخي والله وحشني يا اخي. يا نهار ابيض، هناخد صوره تعالى. بس المهم يعني خلصنا تصوير، كان بودكاست لطيف يا اخي فوزي ولا ايه الكلام؟ حبيبي والله صعب. اتبسطت جدا يا جماعه. اتبسطت معانا؟ بجد بجد اتبسطت. الكلام كان لطيف، ويعني انت لو قعدت مع نفسك تصور فيديو زي ده الكلام ده مش هيطلع، فاهمني؟ يا سلام. هو رزق ال بالظبط، رزق المستمع يعني ان شاء الله. الحمد لله. دي ازازه الميه اللي انت جايبها؟ لا دي كانت فيها ميه زمزم. دي بقى ميه دي؟ لا احنا قعدت واحده 2 3 لتر. مين؟ الكورنيه كده عند عارف اهو. لا 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 نور يا ابني والله. لا فلوس ان شاء الله. فلوس بقول لك، انا فتحت شهرين والله كانت فلوس عبيطه جدا ماشي، بس اكتشفت ان فلوس انا مش مرتاح لها، وفي نفس الوقت هي شبهه ونفسي اصلي وخلف ما يتقى الشبهات واستبرأ لديني وعرضي ومن وقع في الشبهات ومن وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى كان يرتع فيه الى نهايه الحديث. يعني قلت لنفسي ان انا فاهم محصله بعضيها، قلت لنفسي يعني عارف انت الايه بتاعت سبحان الله، كنت اول مره اقراها بالمعنى ده اللي هو ايه؟ يا ايها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم
ولا تتبع خطوات الشيطان. بص بداية الآية وبص ختام الله. علاقة الأكل والشرب بخطوات الشيطان تجسدت في الحركة دي. خطوات الشيطان ما عم يفتح وعادي وحلال وحلال وحرام وحرام وبطلع 50 جنيه نق الدنيا فاهم؟ طلع من 100 دولار 50 جنيه طلعت نصها احس ان في مشكله. ايوه الله ده كله صعيب. والله بكلمك اطلع يعني انا لما احطها في حاجه انا عارف اتخلص منها فاهمني. لو تكملت الايه انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. عارف انت قصه لو ايه انا بقى هحلل لنفسي انا كنت بعمل كده والله لازم كنت بعمل كده ومش ممكن والله حتى الفلوس اللي جات لي قسما بالله طارت غير مثلا ما ماسك في ده كده 20000 جنيه في اسبوع تلاقيهم طارت تعرفش راحوا فين فاهم ازاي؟ انا ما كسبتش حاجه لحد دلوقتي. لا انا بقول لك او في اليوتيوب لسه عندي فلوس في الادسنس ما سحبتهاش لان انا برضو فاهم نفس المشكله عندي. حق اليوتيوب يعني لو ذاك عن وحش انا بعرف احضره. انا يعني انا مثلا دلوقتي انا جاي شغلت الاعمال تاني بس انا سايب 29 اعلان ده مش بره كيك الفلوس مش انا ناوي ان انا مش هحطها في جيبي يعني. بس يفهم يكون في نظرتها ايه. انا البتاع 100 تقريبا 200 وحاجه اعلان نوع اعلان انا سايب 29 بس انا نفس الكلام واي عم بيظهر بعمله برضو بيظهر فاهمني ده مش بره غصب عنك مش عشان كده بقول للناس اي حد يشوف حاجه كذا يبقى حط اللينك في الكومنت حط صورتها حاسس ياخد الاعلان ما كنتش عارف الاوبشن الخاص بالاعلان ده. ايوه خدته بقى بروح اعمله يعني صحيح حاجه ده انا عارف شويه برضو الفيل برضو ده ما ينفعش تعتمد عليه. الاعلانات والله محمود في ايه صح ايوه رانش انا رانش هنا في 2 رانش صوت معانا يا شيخ يا صافي مبسوط معانا يتعيد جدا بجد والله اليوم ده من الايام اللطيفه يا عم ايه ما احنا الحين نقعد قاعدين اللي هناك عند بقالنا سنتين جايين متاخرين يا عم بقى خليني ساكت انت لسه انا ساكت من الصبح مش عايز اتكلم قول بس يلا انا بحب اصلا لا مش اصلا طب يلا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله. شوف يعني مش عيب راجل كبير زي ده يطلب حاجة زي دي. آيس كريم يا جماعة في إيه؟ آيس كريم في كوباية قهوة عادي جدا. حسام روح. هتصحشني هتصحشني والله. وأنت يا أخي والله. بس بإذن الله في مرة تانية تنزلها بدري بقى. عيب عليك. إن شاء الله بس أكون يوم كده بس. ما تيجي تسلم على العيد. إيه رأيك؟ هذا الرجل الطيب اعطاني هذا الكتاب من غير فلوس صح فوزي ولا ايه ولا دفعني لا يا عم اتس هديه يا صاحبي اتس هديه الرجل الطيب ده جاب لي كتاب الوابل الطيب كان اسمه ايه الكلام الطيب ليه الوابل الصيب انا اسف الوابل الطيب انت مش عارف اسم الكتاب بس عارف بس انا قلت رجل طيب فتلخبطت اقراه بس اهم حاجه اقراه انا معاك اقراه ان شاء الله سلام. في حد جنبك جوه الحمد لله لسه واصل الحالة مبلا يعني الساعه الوقت كام يا دوب بس غيرت الساعه 1 و5 كان يوم لطيف الحمد لله وفوزي اداني كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم. انا الكتاب ده اصلا كنت عايز اجيبه يعني او كنت ناوي ان انا اقراه فشكرا لفوزي والله ويعني هسيب لكم برضو اللينك تحت اللي هما بيبيعوا فيه الكتب ده هو وزوجته يعني ما شاء الله حتى الفكره مش هدفها ربح قوي يعني ممكن تلاقي كتب رخيصه جدا اصلا فلو المستعان هسيب لكم تحت اللينك وممكن يعني تشجعوهم هتكون حاجه جدا لطيفه. هقرا لكم خاطره كده للربيع بن خثيم. والربيع بن خثيم ده كان يعني كان من سادات العرب. قال ربيع بن خثيم لاهله يوما اصنعوا لنا خبيصا. والخبيص ده كان اكله غاليه جدا وقتها واكله كده متكلفه وقيمه يعني فصنعوا له فارسل الى جار له مصاب يعني كان به من الجنون ما به يعني ايه ارسل لجار له كان مجنون كويس فجعل يلقمه لقمة يعني بص قاعد كده يأكله لقمة ورا لقمة ولعاب هذا الرجل يسيل. تخيل معايا كده مشهد ان ربيع بن خثيم بيأكل الجار ده اللي هو به من الجنون ما به ولعاب الرجل ده بيسيل على ايه على يد الربيع. فلما فرغ الرجل وخرج يعني خلاص اكل قال له اهله تكلفنا وصنعنا يعني كيت وكيت ثم اطعمت هذا المجنون هذا ما يدري ما اكل يعني عارف انت ايه
لو كان كل سندوتش طعمية وخلاص ما كانش حس بحاجة، فهم؟ قالوا هذا ما يدري ما أكل. فقال الربيع ولكن الله يدري. مش مهم هو عارف هو أكل إيه أو معرفش هو أكل إيه برضه، يعني دي مش مهمة، دي كان بالنسبة للربيع مش مهمة خالص، كان المهم ولكن الله يدري، ربنا عارف إن أنا كلت الأكلة الغالية دي. فسبحان الله، يعني إحنا فين من الربيع؟ تعرفش يعني الربيع بن خثيم ده كان يبشره ابن، يعني ابن مسعود كان بيبشره، كان بيقول له يا ابا زيد لو رآك النبي لأحبك. يعني في بشر احسن من كده؟ شوفكوا الفلوج الجاي ان شاء الله، واللي هيكون قريبا باذن الله، عشان خلاص الواحد خلص امتحانات ونجح والدنيا بقت لذيذه الحمد لله رب العالمين. فبس شوفكوا الفيديو الجاي، سلام. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.